اعطونا الماء اعطونا الماء اعطونا الماء اعطونا الماء اعطونا الماء. ها هو نشرب فيه، ها هو، ها هو الماء اللي نشرب فيه، هذا الماء اللي نشرب فيه، ها هو، هذا هو اللي نشرب فيه. لا هذا مش نحن نشرب فيه، نحن نشرب فيه. مين الاخبار سارة؟ نحن نشرب فيه، هذا ما هذا تب تشربوه، ونحن منطقة كاملة الدوار هذا كله يجي 50 بيت هذا يشربوا من هنا. أعطونا الماء ما حاجتنيش، كان جوعنا ولا كان جوعنا، كان جوعنا ولا تعرينا ما ثمش حتى مشكل. ساعات يقص راهو الناس ساعات ظلمة وما يمشيش، ساعات إذا العطاش فريق نحن والهواش أنا كيف كيف عايشين كيف كيف. علاش واحد يشرب الماء الحلو والاخر حتى وجهه ما يغسلوا بالماء المالح؟ ما لقيناش لا باش نغسل ولا باش ندوش ولا باش نطيب ولا باش نعمل حتى شيء. او لامس برك مشيت عديت عند الطبيب. قال لي حجرتين في الكل واليسار وحجره في اليمين. ناسينا الدوله نسيت. دوله الفرقه هذه ما عندهاش فيها حتى علاقه. ما متكلم علينا حتى حد. اللي خرجت من جلمة وانت جاي حتى مازال يجي 10 كيلومتر اخرين هك ما عدناش الماء. في عهد بن علي كان عدنا الماء تاع جمعيه الرقارات، كان صورتوش الرقارات طبعا الطريق كسرت بعد بن علي من الفساد ومن الخراب ومن راح عملوا جمعيات هاتوا الفلوس هاتوا الفلوس هاتوا الفلوس. اعطيناهم الفلوس 21 وواحد 30 400 بيت اكلوها وامشوا. نحن موجودين في معتمدية جلمة تابعة لولاية سيدي بوزيد. المنطقة هذه بالذات شنو اسمها؟ غدير الزيتون. غدير الزيتون. غدير الزيتون. باهي جلمة عموما معروفة بالماء العذب، معناها عندها ماء حلو ما شاء الله وشركات كبيرة تخرج في الماء من هوني ومعروفة. شنو أحوالكم أنتم؟ نحن الماء، الماء ما مبغوضين فيه. عندكمش ماء؟ ما مبغوضين فيه. ما عندناش الماء. هي ما عندناش ماء. نحن كان جا عندنا ماء حلو واش خاصنا نحن؟ علاش نقعدوا ناخذوا بيتي 60,000؟ نجيبوا واللي ما يقدرش عليها ما يجيبهاش. نشربوا عادي، عادنا الماء هذا يا مالح نشربوا نغرفوا نشربوا. وين الماء هذا؟ هذا ماء نشربوا فيه. هذا نشربوا فيه، ساعات يقص راهو الناس ساعات ظلمة وما يمشيش، ساعات إذا العطاش فريق نحن والهواش أنا كيف كيف عايشين كيف كيف. سمعنا وهذه تشربوا فيها معناها الجزرية؟ لا هاي عادنا بوادي نشربوا فيها، عادنا مشارب ما يصيرش، حتى هذه عادنا نحن حاجة عادية نقصوا البيضون نشربوا عادي، لا بيس ما نشربوا. هما نحن ماذا بينا ندوروا على مياه، ماذا بينا ندوروا على على شوي ما حلوين، ندوروا على حوايج معناها تمتعنا الدولة بها، راهي عادنا الأرض، عادنا الزيتونة، أما ما لقيناش ليها جهود. الماء ما فهمش. في الماء ما فهمش. مش عاملينكم سبابيل هكا تسكنوا ما عامليش لي، لا مش عاملين لي أنا، كان جو عاملين لي أنا في الماء الحلو ما معدينه الغير. ما عدناش نحن عطاء. وين الغيركم؟ وين يمشي؟ هي يمشي للصفاق، يمشي الغير والماء الباهي، نشربوه نحن ما نشربوش. الماء الباهي مش قاعدين تشربوا فيه. مش نشربوا فيه نحن. بلاصة معروفة بالماء الحلو، لكن نحن عطاشة فيها. ونحن ونشربوا في الماء المالح. سمعت؟ اعطونا الماء. حاجتنا سيدي اعطونا ما حسناش حتى بحاجه اخرى. كان جوعنا في كروشنا ناكلوا حتى نقدوا حتى نقدوا حتى اللي يجيو ناكلوا. اما الماء، الماء عطاشه فيه. اللي مش قادر اللي مش قادر ها هو ها هو نشربوا فيه. ها هو هذه ها هو الماء اللي نشربوا فيه. هذا الماء اللي نشربوا فيه ها. هذا هو اللي نشربوا فيه، نحن رانا عطاش. يا ولادي يهديك، يا ولادي يهديك، ما اعطونا الماء، اعطونا الماء، براس والديك ما اعطونا الماء. اليوم الجمعيات المسؤولة على الماء وتوزيع السبلات الجمعية ما ثماش حتى الجمعية، جو عندنا جمعيات عملوا جمعيات، عملوا جمعيات هاتوا الفلوس هاتوا الفلوس هاتوا الفلوس، اعطيناهم الفلوس 21 وواحد 30 400 بيت. اكلوها وامشوا. ما 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 استنفعناش حتى بحاجه. علاش اش عمل؟ اعطونا الماء يا رئيس الدولة، يا رئيس الدولة اعطينا الماء، حقنا في الماء اعطونا الماء، اعطونا الماء ما حاجتنيش، كان جوعنا ولا كان جوعنا كان جوعنا ولا تعرينا ما ثمش حتى مشكلة، أما اعطونا الماء. أهديكم ربي. يا رئيس الدولة اعطينا الماء، يا وزراء اعطونا الماء يهديك.
ليش استعمل لك عرس يجي 20 عرس بلا ماء 400 بيت بلا ماء ليه؟ اش عملنا؟ هذه اللي نشربوا منها نصبوا فيها بالماء وتجي نسوي نتعبي منها وتهز منها في الدوار يهز منها. ما تخافوش من الامراض من خاني قلت لك امس برك او امس برك مشيت عديت عند الطبيب قال لي حجرتين في الكل واليسار وحجره في اليمين وعديت ب 100,000 40,000 خذاه الطبيب و 60,000 خذيت به دواء وهنا ما عندي بيش منين ما عندي اليوم 72 سنه ما لا عندي من يخدم علي لا عندي من يجيب لي علاش هذا ما نشربوا فيه ليش عملنا هاو الماء رجع ذو صحي هاك تشوف الماء اللي نشربوا فيه غادي نحن ساعات كذا كيما هكا وما فهمش ضو ظل نقولوا ماذا بينا حتى شغلت الماء هذه يز فيه 100 برك ساعات كذا ساعات كذا ما ضو حتى ما قاسوا ما فهمش لا هيشه تشرب لا عبد يشرب كي ترجع كيما هكا نقول الحمد لله يا رب ما نخلوش رواحنا المهم البشر ما يقعدش هكاك هذه هي غدير الزيتونه هذه يا سيدي هذا الماء هذا شوفوا هذا الماء المالح فهمتني هذا ما مالح نحن كنا في عهد بن علي كان عندنا الماء نتاع جمعيه الرقارات كان صورتهم صورتوش الرقارات طفى على الطريق تكسرت بعد بن علي من الفساد ومن الخراب ومن الواحد فهمتني ما عادش عندنا ماء ريتهم من اللي خرجت من جلمه وانت جاي حتى مازال يجي 10 كيلومتر اخرين هك ما عندناش الماء الكل هن يشتروا ستيره الماء ب 50,000 من بعد بن علي بحرنا مشينا من الخراب كان عندنا سنتاج وكان تسمح نمشوا له كان عندنا سنتاج هذا من عهد فرنسا يمشي لبرا لا موتور لا حتى شيء حلو نشربوا منه من بعد مشى بن علي تكسر السنتاج هذاك من الخراب جو عملوا لنا زوز نتيجة مغادي لقدام طلعوا مالحين علاش ما يمشوش بجنب هذاك ويطلعونا الماء اللي كان يمشي لبرا من غير موتور من غير ما كل شيء خراب بحرنا مشينا حرنا مشينا الضو ما عندناش الضو نتاع المطارات كما هاك ما عندناش بالله هذه ما تقصهاش رانا نزقوا في الضو بالله هذا نداء لجماعه الستيك ولا لشركه الستيك ولا كيف ما يحبوا رانا سارقين الضو اعطونا الضو تجي تطلع تعمل في مقالة نتاع الضو تبحر يقول لك هات الملكيه تمشي باش تطلع الملكيه يقول لك بيع القطعه هذه باش تنجم تاخذ الملكيه نتاع القطعه الاخرى صعبينها علينا معناتها تجي تخرج في ملكيه ما تخرجها كلمه تبيع قطعه اخرى باش تنجم تخرج ملكيه هذيك باش ينجم يعطيك رخصه نتاع سنتاج ما عندناش رخصه سنتاج يطلب عليك الملكيه من تجيبها الملكيه ما تجيبها كان تبيع قطعه الضو ما عندناش جيت تعمل في مقال نتاع ضو كيما قلت لك يطلب عليك جيت تعمل في مقال نتاع ضو يطلب عليك الترخيص نتاع السنتاج من تجيبوا ترخيص سارقين الضو رانا سارقين الضو اعطونا الضو تو نمشيو من رجلي الكياس هاك شفته مخرب الرقرات هاك ريتها مكسر كانت عندنا جمعيه تكسرت الضو كيما نحكي لك تجي تعمل في مقلم تاع ضو يبيعوك في قطعه تاع ارض باش تنجم تعمل مقلم تاع ضو رانا سارقين الضو طار ولا اللطار لا الاستراتيج كيما هك الاستراتيج كيما هك وما عاد هو السنتاج هذاك ما غير رخص رانا نطلعوا فيه في استراتيج ما غير رخص مخالفين القانون ما حبوش يعطونا رخص كل مشغل المنطقه كامله كله على بعضه مالك ما جاش حفرين معنا البير هذا يقتلكم العطش بيتم معنا ما نشربوش منه هذاك ما نشربوش منه ريتو هذايا ما نشربوش منه مالح حتى باش ما تغسلوش منه حتى باش تداوش ما تداوش منه هذاك يا ودي هذا كله تداوش منه ما تداوش منه هذاك وما تغسلش بيد باش هذاك ما نجيبو ستيرة الماء نجيبو فيها ب 50 دينار من الجبل هذاك ب 50 دينار وظل تحت في التراكتور ويعلم الله بحاله نهار يجيب لك هو 10 ما يجيبش ليك لا هذا تنجم تشربوه انت مش ما نجيبش يغسل بيه ما نجيبش يغسل بيه نحن نشربوا فيه نحن نشربوا فيه مالح برشا بصرا نحن نشربوا فيه هذا ما هذا انت بتشربوه ونحن منطقه كامله الدوار هذا كله يجي 50 بيت هذا يشربوا من هنا يجوا لهنا ظل الشحتوا فيه يعطونا عرش كامل عرش كامل يشرب من الماء هذا ولاد سعيد تسمع ولاد سعيد من الصبحيه الكلينيه جماعة ولاد نور الخشينية الشهد والناس كل عايشة الشهد تبات شو اسمه ولاد كمايمية عشرة مناطق هذه كلها تشرب من هذه تشرب كل من شيخ الطراب اصلا شيخ الطراب يشرب من شو اسمه العمدة شيخ الطراب ما تكلمش عليك وبالعمدة ما في مش عنده يتكلم العمدة نحن عايشين في سوق الظلام شنو حكاية الماء ولا وضع من الخصام الزين سيء اليوم عندنا 11 سنة اللي خذنا الزين تقص الماء. قبل كان عندكم الماء؟ حكيت بوطنصات روحت له الزيت.
فهمت موجودون الروقارات موجودة من شو اسمه الولاد سعيد حتى الولاد زايد 15 كيلومتر من اللي اختار الزين سعيد. من مشي الزين الماء مشي. واليوم 11 عام والدنيا صيف وعائلات من غير ماء. بس الماء المالح. كل الماء المالح. مالح مالح. مالح. ها هو قدامك. ها هو قدامك. هاك شفت. ما مالح. اش عندنا نحن؟ هذا حد شيء. الكاس هذاك تمشي معاه. كاس واحد. الكاس اللي جينا فيه البيست خير منه سامح. هذاك هو. هذاك يروح للمدرسة. المدرسة هذه هاي هنا يروح له. أكثر المدرسة ما فيش حد شيء. واش عادنا نحن ما عادناش حد شيء. سوق الظلام. منسيين؟ منسيين. منسيين ناسينا الدولة نسيت. دولة. الفرقة هذه ما عندهاش بها حتى علاقة. يا ودي لا متكلم لا متكلم حد شيء. ما متكلم علينا حتى حد. لا ما لا نكلموا يا ودي كيفاش قولها تونس يتفاهم هو ولا يقعد ما نصور شيء. يا رئيس الدولة اعطونا الماء. يا وزراء اعطونا الماء. لا عملناك عطاش اعطونا الماء. هو عندكم الماء في جلمة. الماء وين في جلمة؟ وين في جلمة؟ ما ثماش في جلمة منين؟ منين شكون يعطينا؟ عندنا سنتاج في ولاد سعيد. اي جلمة بلاد الماء معناها. بلاد الماء عندنا الماء وما عدوش لينا. منين نجيبو؟ يا ودي عندي سنتاج وسنتاج مخرج. بتيت الماء ناخذوا فيها ب 100,000. 15 كيلومتر. بتيت الماء ب 100,000. 15 كيلومتر. ومن تم زين سي. هو قصو. نحو ولاد سعيد من غير. هنا برا شوف حتى الخزان موجود راه. الو. خزان موجود. ها نحضر يا بنات. سكرهم قدام. قصهم عاد واش لنا. من 11 سنة. 11 سنة نحن نشربوا نجيبوا من ولاد فرحان. في الماء. بيتي 100,000. غير طريق صعيب شوية يهزكم للسنتاج هذايا هذايا نجموا يعملوا لنا بجنبه سنتاج. هذايا السنتاج هذايا من عهد فرنسا. حلو. كان يمشي واحد من غير موتور. لو كان جد ما ثمش خراب راهو دور محفروا بحذاه اما الناس تبع في غايات يطلعوا فيها كي الفوق طلعوا نزوز نتيجه طلعوا مالحين هم مسكرين الزوز على جنب الطريق طلع يجي سلطاج يطلعوا حذاه في طبت عمه في طبت خاله الاخر اللي قبله يطلعوا في طبته العمده الاخر يطلعوا في طبته نحن نافينا العمود الولا يشربوا في الماء صافي يشربوا في الماء بتاع السلطيج بتاع الماء الحلو نحن نشربوا في الماء المالح. ماكم الحلو معناها. مال الحلو يا. مش مستنفعين منه؟ مش مستنفعين منه. صفاقس. يمشي صفاقس. ما نحن موت. نحن كلنا توانسة معناها. نحن كلنا. لازم عدالة معناها. نحن كلنا توانسة عدلونا الأخرى، أعطونا الماء، أعطونا الماء، أعطونا الماء، أعطونا الماء، أعطونا الماء. ريتو السنتاج هذايا من الخراب. كان عندنا كم كنت نحكي لكم بكري كان عندنا سنتاج هذاك نتاع عهد فرنسا ذاك حلو كان يمشي لبرا ما غير مطير ما حبوش يخرجوا حذاه وهذايا خرجوا لنا سنتاج هو أو بعد 200 متر قالوا لنا مالح كي لقيت هذاك مالح جيت تبعد عليه 200 متر وتعاود سنتاج اخر طب هذاك ريته من 2000 سنتاج الاخر بعيد عليه من 2015 هذاك هونو هانا حتى التاريخ من 2015 مسكرينه قالوا لنا مالح علاش تبعد عليه 200 تلقى الاول مالح تسكر وتعاود تتعدى تجيب جنبه بيتيب متر ومش تلقى الحلو يعملوا لنا حل عندنا سنتاج يحلوه وينه من عهد فرنسا يمشي كان يمشي وحده من غير موتور يعملوا لنا فيه حل هذاك اللي عاودوه لنا اما هذا قالوا لنا مالح هيك مسكرينه عملوا لنا حل كانوا مالح سكروه طول كانوا حلو حلوا لنا السنتاج علاش رانا توانس رانا توانس علاش واحد يشرب الماء الحلو والاخر حتى وجهه ما يغسلوا بالماء المالح ما لقيناش لا باش نغسل ولا باش ندوش ولا باش نطيب ولا باش نعمل حتى شيء اللي خدام المرمى ما عادش واصل باش يجيب ستيره الماء الملح ما عندناش شارين ستيره التراكتور ب 50,000 خدام المرمى ما قدش باش يعمل قدش باش يخدم باش يجيب ستيره الماء وباش يوكل عياله باش يشتري زيت السانك ولا ليتر ب 3,000 وب 4,000 السميد ما ثماش الغاز ما ثماش السكر ما ثماش وين ماشيين بينا فين ماشيين زعما نحرق ونخرجوا برا لفرنسا نمشوا للجزائر نمشوا لليبيا نمشوا فين درنا نمشوا رانا توانسه عملوا لنا حل